بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 121. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب الهبة والعطية: فصل في تصرفات المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يتصدق وأن يحسن ما دام صحيحا شحيحا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا. فينبغي للمسلم أن يتوسع في الإنفاق في سبيل الله وفي فعل الإحسان مما أعطاه الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فينبغي للمسلم أن يبادر بالصدقة والإحسان وفعل المعروف ما دام صحيحا شحيحا، ولا يؤخر إلى أن يحضره المرض أو يحضره الموت، فحينئذ ترخص عنده الدنيا ويتصدق ويعطي أو يسدد ما عليه من الحقوق. فأفضل ما يكون إذا تصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على الرغبة في الخير، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، كما قال سبحانه وتعالى في الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق في حالة الصحة والرغبة في المال تدل على قوة الإيمان. أما إذا لم يتصدق إلا في المرض لما رخصت عليه الدنيا أو أيس من الحياة، فهذا يدل على ضعف إيمانه. فينبغي للمسلم المبادرة مما أعطاه الله في حال الصحة وفي حال محبة المال، لأن هذا أكثر أجرا وأعظم مثوبة عند الله سبحانه وتعالى. والمرض على قسمين: القسم الأول المرض العادي الذي لا يخشى معه الموت، كوجع الضرس
والصداع والحمى اليسيرة ونحو ذلك، فهذا مثل الصحيح، هذا يعني يكون مثل الصحيح، لأن هذا مرض لا يخشى معه الموت. والنوع الثاني المرض الذي يخشى معه الموت كما يأتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. نعم، إذا كان الإنسان صحيحا ليس به علة، أو كان فيه مرض معتاد لا يخاف معه من الموت كوجع الضرس والصداع اليسير ونحو ذلك من ما يجري على الناس، فهذا تصرفه مثل تصرف الصحيح ولا يحجر عليه في ذلك، لأنه ماله وهو صحيح يتصرف فيه تصرف المالك ولا حجر عليه في ذلك، وليس هذا عن سفه، وإنما يجري مجرى الرشد من الصدقات والأعطيات والهبات ونحو ذلك. أما إذا كان أصابه المرض المخوف أو وقع في مخافة فهذا يحجر عليه لحظ الورثة ولحظ الغرماء إذا كان له غرماء. نعم. قال: وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب. كبرسام، والبرسام داء يصيب الدماغ يحصل معه اختلال في التفكير. نعم. وذات الجنب. وذات الجنب مرض معروف خطير. ووجع قلب كذلك، هذا مرض خطير. نعم. ودوام قيام. دوام قيام هو الإسهال، إذا حصل معه إسهال مستمر فهذا مرض مخوف. أما الإسهال الذي لا يستمر وإنما يحصل ثم ينقطع فهذا عادي ولا يخرجه عن دور الصحة. نعم. ورعاف مستمر، وهذا نزيف يخشى معه من الموت. أما الرعاف اليسير الذي ينقطع فهذا لا يخرجه عن حالة الصحيح. نعم. وأول فالج. أول فالج، والفالج هو تعطل الحركة من الجسم كله أو من بعضه، ولعله ما يسمى الآن بالجلطة التي تصيب الإنسان وقد كثرت في هذا الزمان. نعم. وآخر سل. وآخر سل، والسل مرض رئوي، هو في أوله سهل ويمكن علاجه، لكن في آخره صعب ويصبح مرضا مخوفا. نعم. والحمى المطبقة. الحمى المطبقة يعني الدائمة، والحمى حرارة في الجسم، حرارة شديدة في الجسم، فإذا كانت مستمرة فهي مخوفة، وكذلك حمى الربع وهي التي تأتي يوم رابع، كل يوم رابع تأتي، فهذه أيضا مخوفة، خلاف الحمى اليسيرة التي تأتي وتذهب تنقطع، فهذه لا ليس لها خطورة. نعم. قال: والحمى المطبقة والربع. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. غير هذه الأمراض المعينة لا يحكم بأنه مخوف إلا إذا قرر طبيبان عدلان مختصان أنه مخوف، فإنه يكون مخوفا بتقرير الطبيبين العدلين الحاذقين. وقيل إنه يكفي طبيب واحد حاذق، وهذا هو الصحيح، فإذا أخبر طبيب حاذق أن هذا المرض مخوف فإنه يقبل قوله. نعم. شرطه يكون مسلما. المسلم لا شك أنه أقرب إلى العدالة والثقة. نعم. ومن وقع الطاعون ببلده. قد لا يكون الإنسان مريضا
ولكنه في مكان موبوء يخشى أن تصيبه أن يصيبه المرض. فإذا وقع الطاعون وهو والطاعون داء خطير ويتعدى إلى الأصحاء فهو مرض معدٍ وهو معروف عند الناس، فإذا وقع الطاعون في البلد وهو الوباء والعياذ بالله، فإن من كان في هذا البلد أصبح في حالة خطر، فهو مثل المريض المرض المخوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا وقع الطاعون في بلد فإن أهله لا يخرجون منه، والذين خارج البلد لا يقدمون عليه، وذلك أخذا بالوقاية والأسباب النافعة. فدل على أن من وقع الطاعون في بلده فإنه أصبح في حالة خطرة مثل من أصابه مرض الموت. نعم. ومن أخذها الطلق؟ والمرأة إذا أخذها الطلق، طلق الولادة، فإنها أصبحت في حالة مخوفة فلا تتصرف في مالها في هذه الحالة. نعم. قال: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. نعم، لا يلزم إذا وقع الإنسان في مرض مخوف كهذه الأمور التي ذكرها، أو وقع المرض المخوف في البلد، فإن تصرفات هذا المريض أو هذا الذي في بلد الوباء إذا كانت لوارث، إذا كانت تبرعاته لوارث فإنها لا تصح، لأن هذا التصرف في حكم الوصية، والوصية لا تصح لوارث كما يأتي قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا لأجنبي، يعني غير وارث، إلا بما كان في حدود الثلث فأقل، لأن تصرفات هذا الشخص أصبحت في حكم الوصية. نعم. قال: ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها. وإذا كانت تبرعات هذا المريض المرض المخوف أو من وقع في حالة خطرة لوارث فإنها لا تصح إلا بإذن الورثة، وكذلك لو كانت لغير وارث لكنها أكثر من الثلث فالزائد عن الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة، فإذا سمحوا فإنها تصح لأن الحق لهم وقد أسقطوه. نعم. إن مات منه، إن مات من هذا المرض أو مات بهذا الوباء، أما إن عافاه الله وشفي فإنه تصح تصرفاته وتنفذ، لأن تبين أنه لا خطر عليه بشفائه، وإنما حجر عليه في الأول مخافة أن يحصل له الموت فتكون تصرفاته في حكم الوصية احتياطا لحقوق الناس، وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس ومراعاتها للظروف ومحافظتها على الأموال ومنعها من التعديات، وأن الإنسان يمنع من التعدي حتى في ماله إذا كان في ذلك ضرر على غيره. نعم. قال: وإن عوفي فكصحيح، يعني إذا شفاه الله من هذه الأمراض المخوفة فإنه تصح تصرفاته التي وقفناها مراعاة لحقوق الآخرين، فإذا شفي صححناها لأن تبينا أنها تصرفات من إنسان صحيح. نعم. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. هذا المرض المزمن، إنسان أصابه مرض مزمن من فالج أو غيره، والمرض المزمن هو المرض الملازم للإنسان،
الذي لا يرجى له شفاء. فهل المريض مرضا مزمنا مثل من أصابه المرض الخطير أو لا؟ قالوا فيه تفصيل: إن كان هذا المرض ألزمه الفراش فإنه يصبح مثل المرض الموت، حكمه كما سبق. أما إن كان هذا المرض المزمن لم يلزمه الفراش، وإنما هو يمشي ويتصرف مثل تصرف الصحيح، فهذا تصرفه مثل تصرف الصحيح، لا يحجر عليه في تصرفاته. نعم. إذن هذا قوله، يقول: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش. الجذام هو داء يصيب الإنسان تتساقط معه الأعضاء أو تتآكل معه الأعضاء والعياذ بالله. والسل معروف هو مرض من أمراض الرئة، فإذا امتد في الإنسان فهذا أصبح مرضا مزمنا. نعم. أو فالج وهو تعطل الحركة، وهو ما يسمى بالشلل، يسمى بالشلل أو بالجلطة. فإذا عاش الإنسان معه فإن هذا مرض امتد فيسمى بالمرض المزمن. نعم. ولم يقطعه بفراش، بل كان يمشي ويتصرف مثل الأصحاء، فهذا له حكم الأصحاء في تصرفاته. نعم. كيف يعني لم يقطعه بفراش؟ يعني لم يلزمه الفراش ولم يمنعه من الحركة والخروج من البيت والدخول وغير ذلك. نعم. فمن كل ماله، فتصرفاته من كل ماله مثل الصحيح، بخلاف ما إذا ألزمه الفراش فإن تصرفاته تكون من الثلث فقط، في حدود الثلث فقط. نعم. والعكس بالعكس يعني إذا ألزمه الفراش فإنه يكون تصرفه من الثلث لا من كل ماله. نعم. ويعتبر الثلث عند موته، يعني هذا المذكور. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. قال: فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته. نعم، يعتبر ثلث المال عند موته، فإذا مات فإنه يحسب ماله عند الموت ويخرج منه الثلث. فلو فرضنا أن له مالا كثيرا ثم نقص هذا المال وأصبح عند الموت قليلا، فإن المعتبر هو ما كان عند الموت، فيؤخذ من ثلث المال الذي هو عند الموت، ولا يعتبر ثلث المال الكثير الذي كان من قبل. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. هذا الآن دخل في بيان الفرق بين الوصية والعطية، بين الوصية والعطية. قلنا إن العطية هي التبرع في حال مرض الموت، هذه هي العطية. والوصية هي الإيصاء والتبرع بعد الموت. هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. فالعطية هي التبرع قبل الموت في مرض الموت، وأما الوصية فهي التبرع بشيء من ماله بعد الموت. هناك فروق بين الوصية والعطية، منها هذا الذي ذكره، أنه لو أوصى لعدة أشخاص واحدا بعد آخر، أوصى لزيد ثم أوصى لعمر ثم أوصى لخالد، فإنه يسوى بينهم ويشتركون في الوصية على حد سواء، ولا يفضل المتقدم منهم على المتأخر، لأن الوصية إنما تلزم بعد الموت، بخلاف العطية
فلو أعطى زيدا ثم أعطى عمرا ثم أعطى خالدا فإننا نبدأ بالأول فالأول، فنعطي الأول فإن بقي للثاني شيء أعطيناه إياه، وهكذا فيبدأ بالأول فالأول في العطية. وأما في الوصية فيتساوون، لا فضل لمتقدمهم على متأخرهم. نعم، صلى الله عليكم. قال: ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. هذا الفرق الأول. ويبدأ بالأول فالأول في العطية. اي نعم، هذا الفرق الأول بينهما. ولا يملك الرجوع فيها. هذا الفرق الثاني، أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية. فإذا أعطى زيدا وقبض زيد هذه العطية فإنها تلزم بالقبض، ولا يملك المعطي الرجوع فيها إلا ما سبق من حالة الوالد مع ولده. وأما الوصية فيملك الرجوع فيها، فلو أنه أوصى ثم تراجع فله ذلك قبل الموت، له أن يرجع في الوصية وله أن يتنازل عنها قبل الموت، لأنها لا تلزم إلا بالموت. نعم. ويعتبر القول لها عند وجودها قبول. ويعتبر القبول لها عند وجودها. هذا الفرق الثالث، أنه يعتبر القبول للعطية، يعتبر القبول للعطية عند وجودها، أي عند صدورها من المعطي. فإذا قال أعطيتك كذا فقال المعطى قبلت، فإنه يقبل القبول، فإنه يحكم بالقبول عند وجودها، أي عند وجود العطية، عند وجود اللفظ الصادر من المعطي. بخلاف الوصية فإنه لا يعتبر القبول لها إلا بعد الموت. فلو أوصى له في الحياة وقال قبلت لم يعتبر قول الموصى له قبلت في هذه الحالة إلا بعد أن يموت الموصي، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت. نعم. ويثبت الملك إذن. هذا الفرق الرابع، أنه يثبت الملك في العطية من حين يقبلها، بخلاف الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا بالموت. فلو أوصى له وقبل لم يثبت له ملك على الموصى به إلا إذا مات الموصي، أما قبل ذلك فلا يثبت له ملك عليها ولو قبلها. هذه الفروق بين الوصية والعطية، أربعة فروق، مع الفرق الأول في التعريف، وهو أن العطية تمليك في حال الحياة، وأما الوصية فهي تمليك بعد الموت. نعم. قال: والوصية بخلاف ذلك. بخلاف ذلك كله في هذه الأمور الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. لما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام العطية، من أحكام الهبة والعطية، انتقل إلى نوع ثالث وهو الوصية. الوصية أيضا نوع من الهبة ومن العطية، إلا أنها تكون بعد الموت، وأما الهبة والعطية فيكونان في حال الحياة. والوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت الوصية بذلك لأن الإنسان وصل ما بعد موته بما قبله، وصل ما بعد موته بما قبله، لذلك سميت وصية. نعم. قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. نعم، الوصية على قسمين: وصية واجبة وصية مستحبة.
الوصية الواجبة هي أن يوصي الإنسان بما له من الحقوق على الناس، ويوصي بما عليه من الديون والحقوق للناس، وما عنده من الودائع أيضا، لأجل أن يخلص من أو يتخلص من مسؤوليتها، ولا يكتم ما له على الناس من الديون، أو يكتم ما عليه للناس من الديون والحقوق، أو ما عنده من الودائع والعواري وغير ذلك، بل عليه أن يبين ما له وما عليه، وأن يكتب ذلك كتابة ثابتة حتى يسلم من مسؤوليتها، وحتى تصل الحقوق إلى أصحابها، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، فلا يهمل هذه الأمور، ويأخذه الأمل في طول الحياة ويؤجل، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، وربما تضيع هذه الحقوق التي لم يوثقها ولم يوصي بها ولم يبينها، فيتحملها في ذمته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه، أو إلا ووصيته عنده. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبادر إلى العمل بهذا الحديث، فيكتب ما له وما عليه، ويثبته ويتأهب للقاء الله عز وجل عملا بهذا الحديث. وهكذا المؤمن لا ينبغي له أن يفرط في ما له من الحقوق على الناس، أو ما للناس عليه من الحقوق، ويتساهل فيها ثم يفجأه الموت فتضيع هذه الحقوق على ورثته أو على أصحاب الأموال التي عنده أو في ذمته. وأما الوصية المستحبة فهي أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته، وهذا هو المراد بهذا الباب، أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته في سبيل الخير، ليصله ثوابه بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم زيادة في أعمالكم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيستحب للمسلم أن يوصي بشيء من ماله، لكن بشرط أن يكون عنده مال كثير، أن يكون عنده مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا فلا ينبغي له أن يوصي، لئلا يضيق على ورثته. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، الشاهد في قوله إن ترك خيرا، وهو المال الكثير. أما إذا كان ماله قليلا فإنه لا يضايق الورثة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.